روح الله يحميك، الله يرزقك، الله ييسر امرك، الله يفتحها بوجهك. انت انت اللي جت الحلقه قدام، هذه الدعوه لك، والله لك الدعوه. روح الله ييسر امرك، الله يفرج همك، الله يحفظك، الله يعطيك، السماء تعطيك والارض تعطيك من عطاء الله ورزق الله. روح الله يجعل لك من كل ضيق مخرجه ومن كل هم فرجه، ويرزقك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تعلم. روح الله يفكك يا الله اذا كنت مسحور او معيون او محسور. روح الله يستر طريقك، روح الله يكفيك شر الليذات، روح الله يبعد عنك اولاد الحرام وبنات الحرام، روح الله يفتح لك ابواب السماء وابواب الارض. روح يا رب يا الله يا حنان يا منان، يا رب يا حنان يا منان يا الله. كل واحد تيجي الحلقة قدامه يا رب يا كريم يا عفو، انك تيسر امره وتفرج همه وتبعد عنه اولاد الحرام وبنات الحرام، وتعطيه سؤله يا رب، تعطيه سؤله. انا ما بعرف سؤله، لكن انت تعلم سؤله يا الله، وهو يعلم سؤله. اللهم اعطيه سؤله، اللهم اعطيه سؤله، اللهم يا الله. كل واحد اجت هالدقيقه قدام عيونه اعطيه سؤله، ويسر امره وفرج همه وابعد عنه اولاد الحرام وبنات الحرام. يا رب اجعل في وجهه نور وفي قلبه نور يا الله، من نورك يا ارحم الراحمين، لانه انت الذي قلت نورك نور السماوات والارض. يا رب يا رب يا الله، انت الذي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، وانت الذي قلت وقولك الحق واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. انا بحبكم لانكم اخواني في الاسلام، انا بحب ادعي لكم لانه حديث النبي ولك بالمثل، انا بدعي لك لكن بيجيني نفس دعوتك ولك بالمثل. اسال الله يا بناتي يا بناتي انه يستر عليك ان الله دنيا واخر، اسال الله عليك يا خواتي يا امهاتي انه يستر عليك ويحفظك عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن بين ايديك، حفظا 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 الى قيام الساعه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم، من اراد الينا واليكم واليك كيدا فاجعل كيدهم في نحورهم يا الله. اللهم من اراد الينا كيدا فاجعل كيدهم في نحورهم. اليوم الاحد وليله الاثنين وبكره الاثنين ترفع الاعمال، اسال الله انه يبدل سيئاتنا حسنات، اسال الله انه يعافينا ويعفو عنا، اسال الله انه يغفر لنا، اسال الله انه يغفر لنا، اسال الله انه يحسن خاتمتنا، اسال الله انه يحسن خاتمتنا، اسال الله انه يعفو عنا، اسال الله انه يثبتنا عند السؤال يا الله. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف في يا ارحم الراحمين. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب والشفيع، وزيدوا النبي صلاة. أنا دعيت لك لأني بحبك، أنا دعيت لك لأني بحبك، وإذا حاب الدعوة تنزل عليه قول آمين أو اكتب آمين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إيدك هاي راح تشهد عليك لما تكتب آمين أو تحكي آمين. أسأل الله أنه ييسر أمركم، أسأل الله أنه يفرج همكم ببركة الصلاة على النبي. يا حنان يا منان برحمتك استغيث، يا حنان يا منان برحمتك استغيث، ان تصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. انا بحب لك الخير، ولو ما بحب لك الخير ما دعيت لك. اذا بتحب لاصدقائك الخير انشر هذه الحلقة على صفحتك وعلى المجموعات عشان يأمنوا عليها، عشان يأمنوا عليها، ويصير لك نفس ما يدعو يصير لك بالمثل. الدال على الخير كفاعله، اعمل الخير ولو استصغرته، وصفي نيتك على نياتكم ترزقون. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم.